والساعة كم؟ ساعتين؟ الساعة 2 الفجر ورحنا الحرم، رحنا الحرم، الاحرام كله حلاويط. اطلع المحادثات ولا بتغير كلامك؟ اطلع افتل الشنب هذا. في اشكالية صارت معي الساعة 4:30 حاليا. ما شاء الله والله مطرت يا الربع، حط لي نومة بسيطة ما شاء الله. تفاجأ من نحط ان فيها امطار صارت، اللهم لك الحمد ما شاء الله. ما شاء الله يا الربع ريحة المطر هذه بسعادة ما شاء الله ما شاء الله. لا وشوف درجة الحرارة 14 يا حبيبي ما شاء الله. طبعا حاليا قبل القويعية ب50 كيلو تقريبا. والله يا ربع هالسفرة مميزة. كيف مميزة؟ حصلت شخصين يمكن من 5 سنوات ما لقيتهم، اولهم ابو عمر حصلته في المنفذ، والحين ابو محمد، ابو محمد من النوع اللي ما يحب التصوير بحاول اصورها. ان شاء الله عليه عرفني مغير سياره ولا ما عرفته. لا وغير من 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 الداعشي من من الفولفو الى الى المرسيدس، والله ما عرفته. هلا 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 ابو محمد. لا 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 مستحيل. وين هالغيبه؟ وش الاخبار؟ طمنا عليك يا ربي. كيف امورك؟ وين اشتقنا لك يا اخي. الحمد لله على السلامة. كيف امورك؟ طبعا قررنا نوقف انا ومحمد، بنسوي الغداء اربعة، بنصلي المغرب والعشاء، ننتظر زميلنا اليمني ايضا، زميل ابو محمد ابو الجاي يتاخر شوي، نضبط امورنا على بال ما يجي ونجهز الغداء باذن الله. بسم الله. الربع ابو محمد نفسه في الطبخ مره طيب، ان شاء الله يضبطنا اليوم، خليه هو يضبطنا. شو مداوري بالاربعه. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو خبر؟ سلام، كيف حالك؟ شو خبر؟ كيف الصحة؟ مزبوط؟ الحمد لله. لا 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 اجلس 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 ابدا 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 اجلس. ابو محمد شو بتضبطنا اليوم؟ والله من صوبك انا مبشاكرية اليوم. لا انا من زمان بشاكريه بالدجاج ما طبخت من زمان. نفسك في الطبخ انت لا قبل ولا بعده. من زمان ما طبخت، خاصه انت ما تروح صوب بلاد الشام. عاد لي 5 شهور ما طبخت. لا مستحيل. انت عمرك ما اكلت من مطعم؟ ما اكل. انت اكلت المره الماضيه وتسممت. عليك عليك الطبخ. متى اخر مره ما اكلت من المطعم؟ امس. مستحيل. ما قادر. انت تاكل من المطعم؟ مطعم على اصولها. ايه على اصولها غير الوضع يختلف. صحن لحم 80 درهم. ايوه هذا غير. أيوة. لكن على هالطريق ماشي على اصوله هني. ماشي غير بعد. في الطايف. لا لا بعد في الطايف. في المويه. ظلم ظلم. ايه في ظلم. بس تدخل داخل شوي. ايوه. في مطاعم ناجحة. اجل. احيلك مدرنهن.
راح يدك مدرني المطاعم. لا لا نقيهن زين العرب. ايوه ادرسك مره. واذا ما حصلت ارتبهم لين اوصل مكان لا الله يسعدك الله يسعدك. طبعا يا ربع قبل كم سنه؟ قبل 5 سنوات 5 6 سنوات رايحين انا وهالحبيب جده وحرمنا من الميقات وتحركنا بالسيارات على اساس بنروح الله يسلم الجن على اساس نروح شو اسمه العمره بعد 10 كيلو البطل بنشر عاد تخيل تبنشر وانت لابس احرام ماشي مثلا الحين هذا الهيدروليك وضربنا جيك لما طشين كبادنا وبطلت والساعه كم الساعه 2 الساعه 2 الفجر ورحنا الحرم رحنا الحرم الاحرام كلها حلاويط هاي سالفه ما تنتسي ازي واخو انا بعد بجده ها عملناه بجده نعم وش علوم وش علوم الجار الجار اول شيء على محاكمه لانه تاخر وقال انه يفضل لك الباكستاني على لك العماني لا صحيح هذا كلام ابو محمد انا عاد ما ادري والله قال العماني ما يعرف يطبخوا قال لك المطاعم الباكستانية ابرك هذا كلام ابو محمد عاد ما الحين على راسك العماني يعني وين نحن؟ وين نحن؟ كانت الساعة 3 كان كم 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 كيلو باقي لك يا اخي؟ باقي لك يا اخي ابو حميد ابو بطيخ ذراب صحيح خلاص الجامعة خليه بجنب خلاص خلص الوضوء تبع الجامعة يا اخي الحين نقاش طبخنا نحن سوينا وقطعنا ابو محمد بالاول وعدنا قال بيجي يتعشى قال بيجي وحاشا سامع لا اكرم علي لو انه وعدناك صحيح ما يجي الشنب هذا يكذب والله كذاب على اساس بعده على وضوء طالع مصلي الحين صلى على النبي المحادثات موجوده خلاص طول اطلع المحادثات ولا بتغير كلامه اطلع افتل الشنب هذا اطلع الحين والله كيف والله الشنب هذا بلا زينه والله ايش مرتده طول بالك طول بالك مزح مزح يا ربع ترى ربع هلا ابو هايل يلا حيه الحمد لله على السلامه وش الاخبار من وين من اليمن سعيد من صنعاء من صنعاء من صنعاء أيوة. والله وسبعة انعام كيف الاجواء الحين؟ والله تمام الحين برد؟ ناقص لا والله تخزينها قد بس؟ بس ما تتركوها؟ ما تركوا تركوا يا رجال ما منها فايدة 24 ساعة والله خارج تغطية؟ خارج تغطية الكل؟ لا يا رجال صل على النبي أبا أسأل أنا شو عرفك بأبو محمد أنت؟ هذا؟ إيه؟ هذا عرفت في الخرطوم عرفته في السودان في الخرطوم؟ أيوة. والله ان شاء الله ما نشبته في سواكن انت وياه اول ما شفته شفت الشنب هذا قلت هذا شكله الشيخ قبيلي هذا محمد؟ لا والشنب هذا ما هو وش تبين لك طيب بعد كذا؟ ما بين لي الشنب هذا حرام يركب عسكري والله حرام يا ابو عبد الرحمن صلى الله رايك؟ والله حرام والله امي والله على شربي عليك طيب دام ابو زي ليش صاحبه انت ليش رابعه ليش ماشي اخي ما انا عارف ايش بلان الله في هذا والله ابو محمد وش رايك انت اقول لك نحن الطعمي ونكبر وين ياخذ وين ياخذ لسلطان كل شيء لا انا ما لي شيء البطاله من سلطان ابو خميس نحن عمرنا ونحن سلطان سوينا الغداني رفعنا وكبرنا تعرف سلطان الغداني؟ اعرف كيف لا لا اوه ما شاء الله والله والنعم بالسلطان والله وسبعة انعام منك ومنك شوف اللعن شوف اللعن ابشركم يا ربع الحمد لله وصلت الى ميناء جده الساعه 3 الحين يلا الحمد لله 43 دقيقة اللهم لك الحمد السلام عليكم صبح صبح الحبيب يلا حي الربع ايش اخباركم ابشركم دخلت الى ميناء جدة انهيت اجراءات الدخول والحين صار وقت التنزيل باذن الله تعالى نقول بسم الله يا ميسر يا رب السلام عليكم حجي وين اوقف مني
اكيد مرحله توثيق. تم تسليم اداره ميناء جده السيارات القادمه من سلطنه عمان المتوجهه الى جمهوريه مصر العربيه وهي بكامل سلامتها بدون نقص او قشط، ولله الحمد. هذه السيارات مثل ما استلمنا سلمنا. أبشركم يا ربع خلصنا ولله الحمد. طبعا أبو محمد تنزيله في جدة بس في موقع ثاني، أنا تنزيله في الميناء، وإن شاء الله أنه بيحمل، عسى الله يسر عليه، بيحمل من هنا وبيرجع من جدة كونه مع براد. أما أنا برجع تقريبا أشوف الرياض إذا في حمال، حملت ما في بظل ماشي على البلد بإذن الله. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني بعده. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. تائبون عابدون لربنا حامدون. طبعا اليوم الخميس أساس كده زحمة، والله الله يستر ما يخالفون الشرطة لأنه وقت منع للشاحنات، هي بس المسافة هذه كذا الامور سهلات باذن الله. صار وقت الغداء وقت تعبئة الديزل، تعبئة كرش الشاحنة وتعبئة كرشي. انا بروح مطعم زين، بروح مطعم بعدين. يلا غاية الغداء. والله انا من الفجر ما يعني من البارح من غدا امس ما اكلت شيء. البارح ماشي عشاء واليوم افطار ماشي الصباح، وهذا الحين هذا 3 في 1. والله مفكر اجي من طريق شو اسمه طريق مكه بدل ما اجي طريق غير المسلمين. طريق غير المسلمين يا اخي بعيد ومكسر وزحمه تريلات، بس والله ماني داري اليوم الخميس مسموح للشحن يدخل مكة ولا لا. ما ادري اسال حد من ربع اشوف ابو محمد، لان اذكر مرة جيت قبل فترة والله رجعوني الشرطة قالوا ما في يلا طريق الجموم، فان شاء الله يكون مسموح. ابشركم دخلت ولله الحمد، ظهر في سماح اليوم الى مكة، ما ادري يمكن الساعة 3 يقول الشباب من 3 إلى 5. بس والله ماني متأكد. حلو، أصلي الظهر والعصر داخل الحرم وأتيسر بإذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله الخضار في مكة، يا سلام تبارك الرحمن. هذا مجسم المصحف، مريت عليه قبل كذا يا ربع.
اكيد بجي من طريق الدائرة الرابع. طبعا هذا برج الساعة ما ادري واضح في الكاميرا ولا لا، بعيد انا مرة بس ما شاء الله الجبال كلها خضار ما شاء الله ما شاء الله. شوف كيف الخضار هنا يا رب. هذا مخيمات هنا ما شاء فين حاط الحبيب هنا يخلى فوق التريلا حاط لنا قبل بخمسين مئة متر اقل شيء. الله يسامحك حجاج افريقيا غير العربية ما شاء الله تبارك الرحمن. صدق اول مره اشوف بوشيه اول مره اشوف جمال فوق الجبل اللي راعين فوق فوق ما شاء الله طبعا هاي طريق سيب الله يعطيك العافية. هذاك الراعي
واحد تحت. الله يطول عليك. ما يديت اني طلع من فوق الظاهر. يا ربي الله، هذا واقف. ها سلامات، وش صاير معك؟ عاصم عشر. إن شاء الله يزحم الجهة المقابلة بكرة الجمعة. أعلم هذا جاي من الرياض ومن مناطق ثانية كلها صوب الأمرة، والباصات توه يمكن 5 باصات ورا بعض. ما شاء الله، بس الله يحفظهم ويتقبل منهم ما شاء الله. هذا باص وهناك باص، ما شاء الله ما شاء الله. والله اني نعسان، ما اخذت لي قيلوله، يمكن امشي للساعه 9 10 وبنام. ما بس هواي بكره الجمعه، ما في لا للساعه 2 ان شاء الله. الساعه 2 الرياض هذا فيها منا، اما قبل ان شاء الله على الساعه 11 12 ان شاء الله اطلع من الرياض باذن الله. سلامات سلامات، هذا صاير عليه حاجه. الله المستعان. والله سايق فيها، ها سايق موجود مسكين. الله المستعان. عاد بلش على طريق السير، حتى لو فاضي ما تقدر تتجاوز، ممنوع زحمة. بس والله أنا ما في زحمة، أنا زحمة أكثر من تو جاي، أما أنت ورايح ما في، ما في غير التريلات مليان الشارع إن شاء الله. محمل تريل محمل في الطلوع ما تقدر ماشي، يا 30 20 بس. الله يسر الله. والله يا زحمة التريلات، وين اللي فوق هناك؟ ما في 10. يا عين الله. يا ربي يسر الله. والله جات الناعوسة. وين القهوة؟ خلنا نشرب ذي القهوة شوي نشط. بسم الله الله. صار وقت النوم يا الربع، حسنا تعبان خلاص. الساعة 11 صارت. هذا أنا ما هلكني غير هذا، ما أدري شو مشكلته ذا. أظني موزع الهواء ذا فيه مشكلة، لأن غيرنا ذيك اليوم الفلتر، ما من الفلتر طلع، أتوقع من موزع الهواء مشكلة. والله ما أدري كم باقي عن الرياض، يمكن 450 كذا، 500 كيلو أتوقع كذا. يلا يعين الله. بسم الله. ازعجتنا الله المستعان. بسم الله. صار وقت الرقد يا ربي. يلا تصبح على خير. يا صباح الورد، كيف اصبحتم؟ الله يحفظكم. طبعا في اشكاليه صارت معي. الساعه 4:30 حاليا، حرارة 10. أبيت سيارة هواء، رجعت أنا وارجع فضل خزان مباشرة سريع سريع، فضل خزان بندت سيارة وسيارة في الجير. الحين ما ممكن السيارة تشتغل، ما تشتغل إلا لما
افضل جرب الاول، فيحتاج اني اعبي هواء. اول مشكله اني واقف على مدخل المحطه، على مدخل المحطه واقف. فبركب البيب، اضبط له اموره الحين، اركب له الوصل الجهه الثانيه، وبعد كذا اشوف لي احد يعبي هواء وافضل جير وشغل السياره باذن الله. ان شاء الله تضبط الامور. كنت مركب الواير الهواء وبيب الهواء في الخزان الخلفي، لكن جاتني فكرة ان افضل دايركت اتوقع، فضبطت الحركة هذه على اساس اركبه هناك في الكيبل الاحمر، وان شاء الله نلاقي احد الحين يجي. صار لي ربع ساعة ما في احد، ما ودي ازعج الناس اللي في سائقين شاحنات نايمين، بس ما ودي ازعج احد، عسى احد يجي ان شاء الله. ابشركم حصلت احد، هذا جاري سوري الظاهر نايم هني وباقي يشغل السيارة على اساس يشغل الدفاية، فما صدق على الله الحبيب هجمت عليه. فالحين يعبي هواء ويجي ان شاء الله، ان شاء الله بتزين الامور. طبعا في حالة ان صارت عندك المشكلة هذه وما في احد حواليك، اتوقع يصلح انك تسوي عن طريق الاطار، تركب بيب الهواء في الاطار، يكون اطار دبل اثنين، تحطه في واحد وتوصله هناك، اتوقع ممكن ينجح، اتوقع والله اعلم. الابشاره يا ربع اشتغلت سياره، الرجال هون قال خلاص شكلي ما بنام. طيرت ام النومه من راسه مسكين. مزعج العالم، على اللي يعرفه واللي ما يعرفه لازم يزعجهم. طيب الله وجهك، الله ييسر دربك ويحفظك ويرزقك ما شاء فضله. والله زعجنا الرجال، طيرنا النومه من راسه. طبعا ركبته على البيب الازرق هذا اللي طالع من الكابين مباشره، ما استوى. رديت ركبته في الخزان، رديت ركبته في الخزان الخلفي اللي هنا، فضبطت اموره. اما هناك صدق ما عبى، انا على بالي هناك يوصل دايركت، لا ما في هناك، ما راح، ما في الا هناك. حراره 10. طبعا البعض ممكن يتساءل ليش ما صلحته المره الماضيه. طبعا للعلم يا ربع اني من رجعت سفر الماضيه كنت مشكك فلتر العطاس، غيرنا فلتر العطاس، شيكنا على السياره كامل، امور الهواء 100 100 100، ما فيها اشكاليه. طيب مشكله الهواء انها احيانا تروح احيانا ترجع، يعني ما ثابته. شوف الحين خلاص ضبط، الحين اموره طيبه، يعبي 100%، احيانا ما يشتغل مضبوط. فهنا الاشكاليه، الحين لما توديها الجراج انت يشتغل 100%، فيقول لك ما في اشكاليه يعني. وايضا حتى لو فحصت كمبيوتر ما يظهر معاك، لانه مو مشكله كهربائيه، هذه مشكله في الهواء، يمكن شيء من الوالات الهواء ما تفتح او ما ادري شو الوضع يعني. فبلا، لكن ان شاء الله بتزين الامور باذن الله تعالى. من ارجع الحين، طبعا النية كنت اني اواصل اروح البلد، لكن الحمد لله تواصلت مع صاحب معرض وقال لي تعال ان شاء الله نحصل لك على احد. فاليوم الجمعة، انتظر يومين ونحمل ان شاء الله، انتيسر ابرك من اني ارجع فاضي. الحمد لله رب العالمين.